يوافق 18 من ديسمبر من كل عام الاحتفال بيوم الشرطة العربية. في هذا الإطار تحرص وزارة الداخلية على تفعيل التعاون الأمني العربي في كافة مجالات العمل الشرطي بما يعود بالاستقرار على البلدان العربية. في 18 من ديسمبر من كل عام يتم الاحتفال بيوم الشرطة العربية تخليدا لمسيرة العمل الأمني العربي المشترك، والذي شهد خلال هذا العام فعاليات أمنية عربية مشتركة مكثفة ساهمت في تعزيز هذه المسيرة. وإيمانا من وزارة الداخلية بأهمية هذا التعاون وانعكاساته على أمن الشعوب العربية، تحرص على المشاركة في الاجتماعات السنوية لوزراء الداخلية العرب، والذي يعد فرصة للتباحث وتبادل الخبرات الأمنية واستعراض للتجارب الأمنية الوطنية. وقد ساهم التعاون العربي الأمني المشترك في تقويض حركات التنظيمات الإرهابية والعصابات الإجرامية الضالعة في مجال تهريب المهاجرين عبر الحدود أو جلب وتهريب المواد المخدرة لإغراق البلدان العربية بها، ما انعكس على حماية هذه البلدان من مخاطر هذه المواد وتقويض حركة هذه العناصر. وفي إطار التعاون الثنائي مع وزارات الداخلية بالدول العربية الشقيقة لتعزيز التعاون الأمني وتبادل الخبرات، تم توقيع اتفاقية في مجال مكافحة الجريمة مع وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية. كما استقبلت الوزارة عدداً من وزراء الداخلية وقادة الأمن العرب لزيارة عدد من المنشآت الشرطية المصرية للاستفادة من الخبرة الأمنية المصرية. واستضافت مصر المؤتمر الثامن للمسؤولين عن حقوق الإنسان بوزارات الداخلية العربية بحضور قيادات أمنية عربية لتبادل الخبرات في مجال حقوق الإنسان وتفعيل دور المكتب العربي للتوعية الأمنية والإعلام في مجال حقوق الإنسان. كما تحرص الوزارة على اتخاذ خطوات نوعية في مجال الارتقاء بحقوق الإنسان من خلال إحداث طفرة نوعية في منظومة السياسة العقابية باستبدال السجون التقليدية بمراكز الإصلاح والتأهيل وفقاً لأعلى المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان. وبالتنسيق مع المكتب العربي للتوعية الأمنية والإعلام، نظمت الوزارة ورشة عمل افتراضية بعنوان تطوير السياسة العقابية في مراكز الإصلاح والتأهيل وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان. فضلاً عن تقديم 222 منحة دراسية للكوادر الأمنية العربية بأكاديمية الشرطة خلال العام الدراسي 2021-2022، وخصصت الوزارة 20 منحة للكوادر الشرطية بوزارات الداخلية بالدول العربية الشقيقة للحصول على دبلوم حقوق الإنسان بكلية الدراسات العليا بأكاديمية الشرطة. وشاركت الإدارة العامة لاتحاد الشرطة الرياضي في بطولة الشرطة العربية للكاراتيه والتي عقدت بالجزائر، وحصل فيها فريق اتحاد الشرطة الرياضي للكاراتيه على المركز الأول. الاحتفال بيوم الشرطة العربية هو فرصة لتعزيز العلاقات وتدعيم الثقة بين الشرطة والمجتمع، وهو عنوان للتقدير الدائم لأرواح من ضحوا من رجال الشرطة لتنعم الأوطان بالأمن والطمأنينة.